الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى وحده، صلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، ورضي الله عن آله وأصحابه الأئمة وعمن سار على نهجهم واتبع هداهم وهديهم إلى يوم الدين. قبل موضوعنا لا بأس أن نذكر بشيء يتعلق بالصلاة. بعض المصلين إذا أراد أن يسلم يلتفت كثيرا جدا إلى اليمين والشمال، وليست السنة هكذا. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يرى بياض خده، ورؤية بياض الخد تكون إذا التفت الإنسان نصف التفاته، ففي السلام هكذا يكفي، هكذا فقط، وهكذا أيضا يكفي. كثير من الإخوة تراه يفعل هكذا، بل ويدير رأسه أيضا أكثر من ذلك إلى الوراء، وهكذا إذا سلم على اليسار ويدير رأسه أيضا إلى الوراء أكثر، وليس هذا من السنة أبدا. أيضا بعض الناس يظن أنه ينبغي له إذا سلم التسليمة الأولى أن يرجع فيقف قليلا باتجاه القبلة، أي وجهه رأسه، ومن ثم يسلم على اليسار، وليس هذا أيضا بمطلوب. معنى ذلك يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يرجع هكذا ويقف لحظة ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله، وليس هذا بمطلوب أيضا، ولم يرد دليل عليه. فيسلم تسليمة متوسطة، يلتفت يمينا ويسارا بتوسط، لا كل رأسه ولا ربع رأسه، نصف التسليمة هكذا وهكذا، يكتفى بذلك. وهذا والله أعلم هو ما ورد في الحديث الشريف. كلامي اليوم عن شأن يتعلق بالإنسان من ناحية طبائعه وأخلاقه ونظرته إلى الأشياء. كثير من الناس يستصغر غيره إذا نظر إليه، وينسب كل المدائح والمحاسن إلى نفسه، ومن ثم إذا وجهت هذه المحاسن والمدائح إلى غيره لم يقبل، بل ويأبى وينتقص من غيره ويستصغره. هذا يجري كثيرا بين الإنسان الذي يكون في حال من الأحوال أكبر سنا أو قدرا أو علما في وقت من الأوقات من أناس آخرين، الأب مع ابنه، الأستاذ مع طالبه، العالم مع تلامذته، الكبير السن مع من هو أصغر منه سنا. كثير من هؤلاء، ولعلنا نكون بعض هؤلاء، ننظر إلى من هو دوننا في المنزلة والقدر والعلم في هذا الوقت مثلا نظرة استصغار، يعني هذا طالبي، هذا ابني، هذا كان يحضر عندي، هذا أصغر مني سنا. وتمر الأيام وتأتي منح الإله لعبيده بما لا يحجزها أحد، فتجعل هذا الذي كان في يوم من الأيام طالبا أستاذا، وهذا الذي كان في يوم من الأيام ضعيفا قويا، وهذا الذي كان في يوم من الأيام صغيرا يصبح كبيرا، وهذا الذي كان في يوم من الأيام جاهلا صار الآن عالما. وقد يفوق في قوته أو علمه أو جاهه أو معرفته من كان ينظر إليه نظرة استصغار. لذلك من هدي ديننا الحنيف ألا نستصغر أحدا من الناس، هذا هدي طيب ينبغي أن نرجع إليه، وبخاصة الأستاذ مع طلابه، الأب مع أبنائه، الذي له مقام بين الناس مع من هم دونه في المظهر الآن. لأن فضل الله تعالى ليس مقصورا علي أو عليك، وإنما رحمة الله واسعة وتنال عباده جميعا. وقد ينال هذا الإنسان الذي كنت أحسبه لا وزن له، قد ينال من فضل الله علي ما يرفعه أكثر مني بكثير، فأبقى متحسرا على ما كنت عليه. ورد أن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان قد قدم من اليمن، وكان ذا مكانة رفيعة بين قومه قبل أن يأتي إلى المدينة مهاجرا، فجاء مهاجرا وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم.
وطلب منه أن يحمله، يعني أن يعطيه، أن يعطيه شيئا يركبه، فأعطاه جمله. وقال لبعض أصحابه شايعه، يعني امشي معه، هذا الإنسان ذو منزلة في قومه، فامشي معه قليلا لتودعه. فخرج هذا الإنسان يودع هذا الرجل. ذاك الإنسان الصحابي الذي أرسل مع هذا الإنسان طلب منه أن يركب خلفه قليلا، وكان الوقت حارا، فقال لا، أنت لست من أرداف الملوك. أرداف جمع ردف، والردف هو الذي يكون خلف الإنسان أو مجاورا له في طريق سفر أو هكذا، فهذا يسمى ردفا. فقال لا، من أنت؟ أنا من اليمن، ذو مكانة، ذو إمارة، وأنت إنسان عادي، فأنت لست من أرداف الملوك. ومرت الأيام بعد هذا، بعد الوفاة النبوية وبعد العصر الراشدي، صار لهذا الإنسان الذي طلب من ذاك الإنسان أن يردفه خلفه، صارت لهذا الصحابي منزلة عالية، وأما ذاك فقد كبر وشاخ، وقدر له في يوم من الأيام أن يدخل على هذا الصحابي الذي كان قد طلب منه أن يردفه خلفه فأبى، أن يدخل عليه ليطلب منه حاجة وقد صار ذا مكانة كبيرة. فدخل عليه وسلم عليه وطلب منه حاجة فقضاها له، ثم خرج. فلما خرج قال الحمد لله أنه لم يذكرني ما قلته له يوما، كان كريما وشهما، ما ذكرني بقوله أنت لست تستحق أن تخرج أو تركب خلفي، أنت لست من أرداف الملوك. صار هو الذي له مقام الملك، وأنا صرت إنسانا لا يعرفني كثير من الناس، وأنا الذي صرت بحاجتي وهو لا يحتاج إلي. حادثة أخرى ذكرها المؤرخون، ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، جرت مع الفقيه الإمام الشافعي سليم الرازي رحمه الله، وهو من أئمة الفقه الشافعي في القرن الرابع الهجري. كان هذا العالم في بدأته، في نشأته الأولى، في لسانه حبسة، يعني لا ينطق إلا بصعوبة، وإذا تكلم كلامه ليس مفهوما بشكل جيد. فلما كان صغيرا أدخل يوما إلى مسجد ليعلم القرآن، فالذي يعلمه قال له اقرأ الفاتحة، فبدأ يقرأها، يقول هو عن نفسه هذا الفقيه الشافعي سليم الرازي، قال فجعلت أقرأها ولا أستطيع أن أكملها لما في لساني من حبسة، يعني تأتأ وما إلى ذلك، يقرأ ويتردد ويقف وهكذا. فقال له يا بني، إذا رجعت إلى البيت فقل لأمك أن تدعو لك. يعني الشيخ صار يسخر من هذا الغلام بسبب ضعف لسانه ومنطقه، قل لأمك تدعي لك عشان بلكي ينطلق لسانك، على سبيل السخرية لا على سبيل فعلا أنه يريد أن تدعو له، من باب الانتقاص، يعني أنت طفل محدود المدركات وما إلى ذلك. قدر الله أن تمر الأيام ويتعلم هذا الطفل سليم الرازي العلم، وينبغ فيه في الفقه وفي أصول الفقه. ومرت الأيام أكثر من 30 أو 40 سنة على الحادثة الأولى. قال وخرجت من بلدي فدخلت بغداد، وكانت بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية في ذلك الوقت في العصر العباسي. قال فدخلتها وجلست في أحد مساجدها أقارن مختصر المزني. المزني هو تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أحد أشهر تلامذته، وهو الذي نقل للناس كثيرا من علم الشافعي ودونه، كان يكتب له ويدون وينقل ما تلقاه عن الإمام الشافعي. فصنع مختصرا قالوا عنه إنه مختصر المزني، وهو من كلام الشافعي رحمه الله تعالى في الأصل. قال فجعلت أدون مختصر الشافعي ومختصر المزني وأنقله، وأمامي من يكتب. قال فدخل علي ذاك الشيخ الذي قال لي تلك الكلمة فيما مضى وهو لا يعرفني، كان طفل 7 سنوات، الآن حادثة مضى عليها 40 سنة،
هذا الرجل كبر وشاب شيء من رأسه، أما ذاك فقد صار كبيرا. دخل قال فجلس قربي وهو لا يعرفني وجعل ينصت. مختصر المزني يعني كلام في الفقه، ومن ثم اسمه مختصر، والمختصرات في الفقه بشكل عام عباراتها مكثفة جدا. يعني كيف أضرب لكم مثالا؟ مادة مكثفة جدا، يقولون لك مثلا حللها، ضع ملعقة صغيرة منها تكفي لعشرة أشخاص، وهكذا مختصرات الفقه. مختصرات الفقه أسلوبها دقيق ومكثف جدا، كل جملة قد تشرح بعشر أسطر أو أكثر، فالكلام شيئا ما معقد. فجلس هذا الشيخ، وهذا الشيخ تقول لي أليس عالما؟ لا، هو الرجل تعلم القرآن وعلمه، لا لم يزد على ذلك، جلس يستمع. فلما فرغوا قال لي لهذا الإنسان، لسليم الرازي رحمه الله تعالى، قال هذا الذي تقولونه لم أفهم منه شيئا، فمتى يتعلم هذا الإنسان مثل هذا؟ إيمت بحسن بصل هيك مدركاته ليفهم هذا الكلام؟ قال فنظرت إليه وتذكرت كلمته قل لأمك أن تدعو لك، فقلت في نفسي أقولها له، ثم استحييت فقلت يا سيدي يتعلم إذا جاء فضل الله على الإنسان، وخرجت. لو قال له لما أخطأ، قل لأمك تدعي لك، لأن أنت مدركاتك محدودة. كم من الناس منا، قد أكون أنا أو أنت أو غيرنا، من ينظر إلى الناس نظرة استصغار، مين فلان ومن علان ومن يدرك هذا ومن يفهم هذا، يا أخي ومن أنت ومن أنا وماذا نظن أنفسنا؟ كلما استعلى الإنسان برأيه وبفكره وبعلمه وبموهبته وبما أعطاه الله تعالى إياه، نال بعد ذلك عقوبة من الله، ثم جاءته الدلائل من الله تعالى كي تكسر وتنزل من هذا الاستعلاء والانتفاخ الذي دخل إلى نفسه. الله تعالى قال في كتابه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وقال سبحانه يختص برحمته من يشاء. كم من الأبناء من فاقوا آباءهم، كم من الطلبة من فاقوا أساتذتهم، كم من المتعلمين من فاقوا معلميهم بدرجات كثيرة، لكن الإنسان يظن في نفسه أنه بلغ الغاية القصوى في كل شيء، والحقيقة أن العلم والترقي في الخيرات لا ينقطع، الترقي ليس له انتهاء من فضل الله، فكلما توجه الإنسان للخير والعلم والكذا رفع الله تعالى منزلته. فإذا نظرت إلى الناس نظرة استصغار أو احتقار لابد أن يأتي لي تأديب من الله عز وجل حتى أرجع إليه وأعطي الناس قدرهم، ولا أظنن أنني خير من غيري. لو نظرنا جميعا إلى الصحابة الكرام، خالد بن الوليد مثلا رضي الله تعالى عنه، قبل أن يصحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مشهورا، لكن ليست هذه الشهرة بهذا الحجم. أما أبوه المغيرة، المغيرة هذا كان له شأن كبير، وقد ورد في شأنه أنه كان أحد أكبر سادات مكة. الآن من منا يذكر المغيرة هذا؟ من يعرف عنه شيئا؟ لا أحد. من هو المغيرة؟ أما خالد فاسمه عند المسلمين بل وعند الكافرين معروف، سبحان الله. كثير من الآباء تراه يعنف الابن، أنت ما بتفهم، أنت ما بطلع منك خير، أنت كذا أنت كذا. أقول هذا يا أحبتي لكم لأن بعض الآباء يفعل هذا، وقد لمست هذا من بعض الأبناء، يبقى يحمل على أبيه بعد أن يكبر، وقد يؤتيه الله تعالى المنزلة والجاه والعلم ويرفع شأنه أكثر من أبيه بكثير، ولا ينسى تلك الكلمات التعنيفية التي وجهت له من أبيه أو من أستاذه. لا تكن متعاملا مع الناس بهذا الأسلوب، فلربما رفع الله تعالى الضعيف البسيط المسكين، ولربما أذلك أنت يا أيها المستكبر على العباد. هذا درس بليغ من دروس حكم هذا الدين الحنيف التي ينبغي لنا أن نلحظها. اللهم ارزقنا العظة والاعتبار والانتفاع، والحمد لله رب العالمين.